يطلع لك واحد يقول لك احنا عمرنا واحنا سوينا كرامه للسنه، ما خجلتم على نفسكم؟ ايش السنه بلا كرامه؟ من الله يطيح حظكم اذا انتم تسوون لنا كرامه. يا ولا انت تسوي لي كرامه واحنا كنا ننام بالبزول، واحد يطلع يقول احنا ما كنا نصل سيطره الصقول. طبعا ما تصلون سيطره الصقول لان كلكم ملطخين ملفات بالارهاب، تخلونا ندخلونا نسولفون. مو انتم حتى الارهابيين رجعتوهم، هاي روحوا شوفوا الانبار، ما خلوا ارهابي ما رجعوه، كل قاده داعش رجعت، شلون رجعون ذولا؟ ما شاء الله والله العظيم، خذها من عندي كل قادة داعش رجعوها، واللي يريد اللي الدولة اللي تريد أنا هسه أسلمهم الأسماء مال قادة داعش. روحوا شوفوا الأنبار، خلوه عمي جاي يسولفهم، جاي يريد يسووا لي كرامة للمكون السني، أنت تسوون كرامة. صار وأنا تأكله في ظل التحالف الثلاثي، هذا إدارة الدولة يعني. لا 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 أقصد التحالف الثلاثي اللي هو تحالف العزم وحسم الحكومة حكومة إدارة الدولة. لا 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 اي إيه نعم نعم، بس داخل المكون السني، داخل المكون السني. بس قصدي يعني حكومة تدري انه إيه؟ اكو ارهابيين رجعوا واكو دواعش رجعوا، مو هنا المشكلة. حقه لما دم يفور، يعني لما يقول لك حقي اذا 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 اخويا ذبحوا الدواعش وعمامي 17 شهيد اني ناطل يحكي وياك 17 شهيد ورجعوا الدواعش الان موجودين، والدواعش موجودين اللي قاتل داعش محارب، اللي قاتلوا داعش روحوا شوفوا شو سووا بهم بالانبار، روحوا شوفوهم شو سووا بهم بالانبار، رموهم بالسجون وتهم ويلاحقوهم، لان عندهم كم صوت. اسمع يا شعب، عندهم كم صوت الشعب العراقي اللي يبقى ساكت على هاي الظروف؟ وكما قال الحلبوسي في يوم من الايام انا شوي راح اجملها، هو حكاها كان رئيس مجلس النواب عنده حصانه، يقول تشرين صفعتنا صفعه جماهيريه صحتنا. انا اقول الشعب العراقي عليه أن يصحي مجلس النواب قريبا صحوهم بانتفاضة جماهيرية تصحي مجلس النواب، وتعجل بتشكيل رئيس مجلس النواب، وعلى الأقل ما تبقى من هذه السنة. يعني هي شقد ظلت سنة؟ نعم هي سنة. يعني أنتم ما ظلت هالسنة ما تريد تسوون دعاية انتخابية لنفسكم، وعد جيبوا لكم وزير استجوبوه، جيبوا لكم واحد قولوا عمي هذا فاسق، هذا حرامي، هذا أذى الشعب العراقي، جيبوا الدواعش هم يخالف، جبتوهم بالسلطة طلعوهم مجلس النواب حتى نقول والله. يعني قبل ما ينتهي بس 30 ثانية إذا تسمح لي، يعني أنا أتمنى أنه يقرون قانون العفو العام. تعريف كثير من الناس ما تفهم هو شنو الموضوع. زين، أكو ناس تحكي عن قانون العفو العام، هو قضية القانون العفو العام تعريف مادة كيفية منو اللي يصنف إرهابي. زين. يعني تخيل أنت اليوم واحد يجي داعش حاطة اسم نصير بالأستاذ نصير بقوائمة، تجي يلقون قائمة مع قوائمة داعش تلطخ لك 15 سنة شايلة 15 سنة مثل الورد.